اسكندرية أيضا احنا دايما بنقول يا جماعة لو في حملات إزالة تعالوا نشوف ازاي نتعامل معاها مع الحفاظ على الناس، وان احنا نجد سكنا بديلا للناس. حكاية كده انه تعالوا نرمي الناس في الشارع يبقى مفيش مسؤولية اجتماعية، والمسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية الدولة، ولو الدولة بتتخلى او مسؤولية حكومة يبقى المجتمع يعني. فهنا ما نشوف هذا المشهد ازاي بيتم التعامل مع الناس، نرميهم في الشارع بيعفشهم، يعني مشهد لا ادمي. افهم انه يتم عمل ده بشكل منتظم، يتم اخلاء المنزل قبلها، اكون شفت مكانا بديلا للناس لانهم هيعيشوا فين ويناموا فين، كل واحد هيقعد بقى يلم محتويات المنزل ويقعد فين ياخدها معاه في الشارع، مش هينفع. شوف هذا المشهد اللي بنشوفه كثيرا في كل محافظات مصر. هم بياخدوا على اساسها ايه؟ خدت العدادات، هي دي احنا مش كفايه. يا ابني بتشوف يا أخي مخالفات جسيمة جدا في مصر وأبراج شاهقة مخالفة، وتجد فسادا عين عينك. يعني مفيش مشكلة انه لسه هنشوف يعني انه لو في إزالة، بس تعالوا نتعامل مع الناس بأدمية وبإنسانية، يعني نشوف ازاي نجد مكانا بديلا له.
ونشوف ازاي نحل هذه المشاكل. انما ما انت يعني في بلدوزرات لا تستطيع ان تقترب من حيتان ولا تيجي جنبهم يعني. تعالوا نوريكم الابراج الشاهقه في كل مكان يعني، لكن مع ذلك هنا زي ما احنا شايفين يعني، هنا البلدوزر يشتغل بجد يعني. وهنا الناس تلاقيها قاعده على عفشها في الشارع. مشهد بنشوفه كثيرا. استاذ يحيى الاباصيري من سكان العقار، استاذ يحيى اهلا بيك. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا استاذ وائل. ازي حضرتك؟ قول لي اهلا بيك، قول لي ده جاله ازاله ليه؟ والله العقار ده اصلا كان فيه 6 ادوار ازيلوا قبل كده سنه 2014. ليه؟ هو كان كام دور؟ كان 10 ادوار وروف، وبعدين جت ازاله قالوا ان ده مخالف وبتاع وشالوا 6 ادوار واكتفهم بهذا. فوجئنا بعد كده جت الازاله على نفس قرار الازاله هو اللي هو من سنه 2011، جم على الاقل 5 مرات يجوا يكسروا الحوائط الداخليه للدور الاول والثاني واحنا في الثالث والرابع. ليه ما هم ازالوا 6 ادوار قالوا انها مخالفه، مع ان انا بشوف الادوار المخالفه يعني في كل مكان يعني، لكن خلاص ازالوا 6 ادوار. خلاص ازالوا 6 ادوار. ما كانش فيها سكان. بيزيلوا الاربعه التانيين ليه بقى؟ بيزيلوا لان احنا عرفنا وتاكدنا ان في رشاوى بتقدم في الحي من واحد بينه وبين صاحب الارض بعض خلافات. هم حرين في خلافاتهم، لكن احنا ذنبنا ايه؟ اللي حصل ان هم جم ازالوا ال4 ادوار التانيين. يعني ايه يعني؟ يعني عايز الارض ولا ايه؟ ما تعرفش بقى، عايز الارض. انا ناوي اعملها فيلا، وزي ما نكون احنا لعبه وفي ايديهم. والحي متبني موقف هذا اللي بيقول المواطن، يعني جاي بيقول ايه بناء على شكوى مواطن؟ تزيل عقار بناء على شكوى مواطن؟ طب ما تشوف. طيب هل حد قال لكم قبلها؟ هم جم قالوا لنا ده في اخلاء اداري. اخلاء اداري ليه يا جماعه؟ احنا شارين الارض ومعانا عقود وموثقه وكل شيء سليم. يعني انتوا شارين الارض ومعاكم عقود؟ لا 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 لا، احنا شارين الشقق من اللي باني الارض وحاطط يافطه عريضه. الكلام ده في سنه 2012. انا الشقه دي معايا من بالظبط كده 5 سنين وشهرين. طيب خلينا اسال صاحب العقار كده الاستاذ محمد عبد العال. استاذ محمد اهلا بيك. استاذ محمد، طيب لغايه بس ما يجي لنا تاني الاستاذ محمد. في ايضا من سكان العقار استاذ احمد حمزه. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ازالوكوا ليه بالشكل ده؟ ازالونا بسبب ان الحي فيه فساد وفيه رشاوي حوالينا العماره، ورينا الناس حوالينا احنا ازاي في 12 دور و13 دور و14 دور، ويعني كان ما فيش عماره موجوده في العجمي كله غير عمارتنا. 40,000 مخالفه في حي العجمي، هي العماره بتاعتنا الوحيده اللي مخالفه. ما اعرفش ازاي الكلام دوت 16 دور واحنا مش لاقيين اي سبب ولا اي ذنب احنا اذنبناه. انتوا خدتوا حاجتكم ونزلتوا الشارع بيها يعني مع عفشكم كله وبتاع؟ مجبرين يا فندم، مش بارادتنا، مجبرين. طيب هكلمك تاني بس الاستاذ محمد عبد العال معانا، هو صاحب العقار. استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انت كان عندك علم بالازاله دي اللي بتتم؟ ما عندناش اي علم غير هو واحد، هو والجماعه بتوع الحي حضرتك. فانا الارض مشتريها من املاك الدوله ومسجلها وده 131,000 جنيه. الايه الارض ايه؟ الارض دي اساسا تخص، كان في نزاع بيني وبين شخص على وضع اليد. المهم المحافظه خصصت لي انا واشتريت من المحافظه ب 331,000 جنيه ودفعت كامل الثمن. لما دفعت كامل الثمن برضك مصممين مع الشكاوي في تواطؤ من مع الحي مع الشخص اللي هو معهوش اي ورق يثبت ملكيته للارض ولا ورق، معاه ورق وضع يد. يعني مفبرك ورقتين. طب دلوقتي الازاله دي تنفيذا لايه؟ الازاله دي تنفيذا لقرار من سنه 2013 حضرتك، وقرار ثاني من 2011. احنا بس عشان مش لاقيين رئيس الحي.
مش لاقيين عماره غير عماره محمد عبد العالي اللي هو رئيس الحي اللي اسمه علاء ده. طب يعني انت شايف كل ده بسبب فساد ورشاوه يعني؟ فساد ورشاوه وعزايم حضرتك في زفير عندنا في المكس وعند شعبان اكل وشرب وكلام ده مع احد المهندسين ومهندس الحي شخصيا عشان ينفذ القرار. طب القرار ما فيه اكتر من 10,000 عماره مخالفه، ما انت عديت لي مره واثنين وثلاثه، وبعدين الملكيه دي حضرتك ملكيه ده طلعت ملكيه دوله اساسا يعني بعد ما اشتريت، واساسا انا كمان مستلمه بالقوه الجبريه من قبل الثوره بسنه. طيب. انا بشكركم جميعا. فساد المحليات يا جماعه والله، فساد المحليات وفساد المحليات يعني لو انت مهما تبني طول ما في السوس الفساد بينخر بهذا الشكل في الاساس فاي حاجه هتقع يعني. المحليات مليئه بالفساد خاصه اللي انت بتشوفه في وقائع من هذا النوع يعني. طلبنا طبعا رئيس الحي انه يعلق ولكن لم نصل اليه.